وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نتساءل: ماذا يربح من يقرأ عليا تاريخا ومواعظ وحكم، وماذا يخسر من لم يقرأ عليا ولم يتعلم منه ولم يتلمذ لديه ولم يتبعه في هذه الحياة؟ تتساءل في هذا المجال لأننا في الحقيقة نريد للآخرين أن يهتدوا كما هدانا الله. لقد اكتشفنا النور في الإمام علي بن أبي طالب، ونريد للآخرين أيضا أن يستضيئوا بنور علي. نريد الهداية للناس، نريد أن يعرفوا الحقيقة وأن لا يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين، لأننا نعتقد أن مسألة الإمام علي تختلف عن غيره من العلماء ومن الحكماء ومن الذين جاءوا في هذه الحياة وتركوا بعض التعاليم والمواعظ. أحياناً يكون رجل ما يجلس في غرفة من الغرف ومن ثمة يكتب كتاباً أو يؤلف قصيدة أو ما شابه ذلك، فهو يتحدث عن مشاعره وعن عواطفه وعن فهمه وعن إدراكه، قد يكون على حق وقد يكون على باطل. لكن الحديث عن الإمام علي هو حديث عن الحقيقة كلها. ما يقوله الإمام هو عن الناموس، ما يقوله الإمام علي سلام الله عليه يكشف عن سنن الله في هذه الحياة، كما أن ما يقوله النبي أيضا يكشف عن سنن الله في الحياة، كما القرآن كذلك عدل القرآن. نحن حينما نتحدث عن كتاب الله فلا نتحدث عن كتاب يمكن أن يقارن بغيره من الكتب، وحينما نتحدث عن رسول الله فلا نتحدث عن شخص يمكن أن نتعلم منه وأن نتعلم من غيره. الكتاب مرجع، والنبي مرجع، والإمام علي مرجع، لا يقاس بآل محمد أحد صلوات الله عليه وعلى أهل بيته. نتحدث عمن علمه من النبي كما نتحدث عن النبي باعتبار أن علمه من الله، كما نتحدث عن القرآن باعتباره وحيا نزل به جبرائيل لمصلحة الناس ولهداية الناس ولسعادة الناس. أنا يمكن أن أؤلف كتاب، لكن الكلام هل كل ما في هذا الكتاب سيكون صحيحا؟ ولو أن أحدا خالف ما أقول، خالف مواعظي نصائحي، فهل معنى ذلك بالضرورة يسقط في التيه ويكون من الضالين؟ لا، لكن ما يرتبط بالوحي وما يرتبط بالله فإن فيه الهدى وفي غيره الضلال.
حينما نتحدث عن الإمام علي في بلاغته وفي فصاحته ونذكر جمال أسلوبه وروعة محتوى كلامه، فليس لكي نقنع الناس بأن هذا أفضل من ذاك، إنما جمال الأسلوب كما في القرآن الكريم هو فقط لأن كل ما يرتبط بالوحي جميل، وما يأتي من الجميل جميل، سواء في المحتوى أو في الإطار، سواء في التعبير أو في الحقيقة التي يأتي التعبير به. حديثنا عن بلاغة الإمام وعن فصاحة الإمام إنما هو حديث عن المحتوى في الدرجة الأولى، والإطار أيضا جميل باعتبار أن الإمام علي كان سيد البلاغة وسيد الفصاحة في هذه الأمة وفي بقية الأمم. نزعم وعندنا من الأدلة ما يكفي أن من يسمع لعلي ويقرأ عليا ويتبع عليا سيكون سعيدا في دنياه وسيكون من المفلحين في آخرته، والأدلة على ذلك كثيرة. أقل ما يمكن أن نقول أنه لا شك عند هذه الأمة بكل أفرادها ما عدا الشذوذ، والشذوذ دائما لا يحسب له حساب. لا يشك أحد من أفراد هذه الأمة أن عليا من أهل الجنة، فمن اتبع عليا ومشى معه وخلفه وإلى جنبه سيكون مصيره مصير الإمام علي. هذا أمر لا يشك فيه أحد باعتبار أن السيد والمولى الذي نؤمن به لا شك فيه. قد تختلف الأمة في غيره، أما فيما يرتبط بالإمام علي فالكل متفق أنه من أهل الجنة. في نقاش الإمام علي وحواره مع طلحة في معركة الجمل، قال طلحة أو الزبير عفواً الزبير قال الزبير: أنا من العشرة المبشرة بالجنة. قال: عدهم، أنت واحد من عدهم البقية. فعدهم إلى تسعة. قال: والعاشر؟ قال: أنت يا علي. قال: أنت اعترفت أنني من العشرة المبشرة بالجنة، أما بعض من ذكرت فهم في لجات الجحيم. أنت اعترفت أنا من المبشرين، المبشرين بالجنة. من يقول أن عليا ليس من أهل الجنة؟ لو استثنينا عليا من الجنة سنستثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنستثني الأنبياء جميعا والأوصياء جميعا. نقرأ الإمام علي في الدرجة الأولى لكي لا نقرأه فحسب، وإنما لكي نتبعه. حينما تسمع كلمة للإمام حاول أن تعمل بهذه الكلمة، وإلا لو أن أحدا أرسل إليك كتابا وقال في كتابه: اذهب إلى فلان وقل له كذا وكذا، فهل يكفي أن تقرأ هذا الكتاب بصورة التجويد مثلا، أم لابد أن تعمل بهذا الكتاب؟ أحيانا ترى أن بعض الأفراد يقرؤون آيات الكتاب، وهذا حدث لي ذات مرة وأنا بعد صلاة الجماعة، أحدهم بدأ يقرأ آيات الجهاد، فقلت في نفسي: أن هذا الذي يقرأ هذه الآيات والجهاد قائم ولا يذهب إليه كمن تأتيه رسالة وتطلب منه عمل من مولاه، لكنه فقط يكتفي بقراءة هذه الرسالة وليس بالعمل بما في تلك الرسالة. نعم، حديث الإمام علي رائع، رائع بكل المقاييس، جميل لا يقاس به جمال، بليغ لا تقاس به بلاغة أحد من الناس. الفصاحة والبلاغة أمران مختلفان، في جمال في إيصال الحقيقة إلى الناس. فيك هل هنالك كلمة تجدها عند أحد تشبه هذه الجملة من الإمام علي، وهي تبين حقيقة مو فقط الجمال
المحتوى حقيقة. إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم، وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. في جمال الأسلوب وروعته وفي بلاغته لا شك في ذلك، بس تعال شوف الحقيقة. إذا واحد صعد صار رئيس دولة كل الناس يمدحوا، صار رئيس جمهورية وانتخب من قبل مجموعة من الناس، تجد أن أولئك الذين تكلموا ضده يحاولون التقرب إليه، بالعكس لا هذا خوش رئيس نقدر نتعاون وياه. من قال هذا موزين؟ عمي إلى أمس كنت تسبوه تشتموه، الآن يتكلمون عن فضائله ومناقبه وقوة إرادته وأنه صادق فيما يقول مكذب. عجيب، لأن الدنيا أقبلت عليه، صار رئيس، صعد، سواء صعد من حيث المنصب السياسي أو المنصب العلمي أو الزعامة في قبيلة أو في قوم. إذا أقبلت الدنيا على قوم، مو فقط واحد، شعب من الشعوب. أنا شايف أحيانا بعض الناس يظنون أن فلان شعب اللي متقدم في مجال التكنولوجيا، هذول الشعب من السوبرمان، هذا الشعب كل هذا الشعب ناس طيبين كلهم علماء. يا أخي هذه الدولة التي هي تعتبر الرقم واحد في العالم فيها 60 مليون أمي لا يعرفون القراءة والكتابة، ما يعرف يقرأ ويكتب، بس لأنه قوم، لأنه ضمن جماعة، يعني مثل الجماعة دي يتقدمون أنت ضمنهم، ممكن أنت لا ترجع ليورا بس في الظاهر وياهم، فتعتبر أنت واحد من عندهم. إذا أقبلت الدنيا على قوم عارتهم محاسن غيرهم، ما تعطيهم محاسن غيرهم دائم عارية، راح تأخذها من عندهم. وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. الكلمة المعروفة أنه إذا سقط البعير كثرت عليه السكاكين. بمجرد أن يفشل إنسان تبدأ الأحاديث عن أسباب فشله، ويبينون نقاط ضعفه ويبينون مسالبه. ليش؟ لأنه فشل. لكن إذا نجح الكل يتحدث عن مقاماته. يمكن أن يكون مرجع من مراجع التقليد يفشل في أمر ما، بعد ما حد يتحدث عنه ولا يمدحه، لكن إذا نجح ينسبون إليه المعجزات. هذا لا فرق في جميع الأمم وجميع الشعوب. وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم، هذا كان عنده بعض المحاسن، لكن ما دام هذا القوم أو هذا الشخص سقط فإذن حتى المحاسن ما لا ينسبوه إلى غيره. جمال في الأسلوب، قوة في المعنى، وتبيين الحقيقة. فيما يرتبط بجمال الأسلوب، كثيرا ما العرب يحاولون، وكذلك غيرهم طبعا، بس العرب بالذات اهتمامهم بالأدب والبلاغة اهتمام فائق، حتى أن أكثر من يسجلون في الكليات هي في كليات الآداب. كلية الأدب ترتبط بشنو؟ بنحو الشخص، بصرف الشخص، علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، علم البيان وإلى آخره. وكم يدرسون من النحو والصرف والبلاغة؟ كم يصرفون من أعمارهم؟ لا فرق بين كليات الآداب أو أي مدرسة من المدارس، حتى غير المتخصصين في الأدب فترة من أعمارهم يقضوها في معرفة علم النحو وعلم الصرف. لكن أعتقد أقصر طريقة وأفضل طريقة لكي يكون لسانك سليما صحيحا لتعلم النحو والصرف والبلاغة والبيان أن تقرأ كثيرا خطب الإمام علي سلام الله عليه، أن تحفظ خطبه، حينئذ حتى النحو تتعلمه من دون أن تذكر قواعده. مو بالضرورة تعرف القواعد. كان من الأفعال الناقصة يرفع الاسم وينصب الخبر فتقول كان علي شجاعا. أتظن أن الذين يتحدثون بشكل صحيح دائما يتذكرون هاي القواعد؟
يعني وأنا أتكلم معكم وحينما لا أخطأ في كلامي دا أتذكر القاعدة. ماذا أتذكر القاعدة؟ ليش؟ لأنه النحو والصرف هو عبارة عن ذوق العرب، فإذا أن أحدا صار ذوقه مثل ذوق العرب فلا يحتاج إلى أن يتذكر القواعد. فلو قرأت الإمام علي سلام الله عليه وقارب ذوقك مع الكلام، حينئذ لا تحتاج إلى أن تتذكر القواعد في كلامك. احفظ خطب الإمام علي وأنا أضمن لك صحة البيان والكلام فيما يرتبط حتى بالقواعد في علم النحو والصرف وفي علم البيان، أنا أضمن لك هذا. يعني واحد من أحفادي هذا حفظ الخطبة الشقشقية، خطبة الشقشقية من الخطب المعروفة للإمام علي سلام الله عليه. فيما بعد شفت هاي القواعد الموجودة في الخطبة الشقشقية هو أيضا حافظها. يعني مثلا إذا قلت له طلع الشمس يقول لا بابا طلعت الشمس، هل هو يتذكر أن هنالك في اللغة العربية مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي وأن الشمس مؤنث مجازي؟ حينئذ لابد أن تقول طلعت الشمس، لا طلع الشمس، لا، ما دام ذوق قارب ذوق العرب حينئذ لا يحتاج إلى أن يتذكر هذه القواعد. تريد البلاغة عليك بخطب الإمام علي، تريد الفصاحة عليك بما قاله الإمام علي، تريد البيان والبلاغ وإيصال المعنى بأقصر العبارات تعلم من الإمام علي. هذا أفضل طريقة، أن تعمل كوبي بيس، تقرأ الإمام علي فطبيعي كلامك يطلع جميل. كان أحدهم كثيرا ما يقرأ في الأحاديث القدسية. بعد مدة هذا الرجل ادعى الارتباط بالغيب بطريقة أو بأخرى وانخدع به كثير من الناس. لماذا؟ لأن كثير من كلماته كانت تطلع جميلة عنده وكثرة ما قرأ من الأحاديث القدسية، ففكر أنه هو يقدر يخترع أحاديث قدسية، فقام يقول كلمات الناس اتبعوها إلى الآن. لا يزال هذا الرجل حيا ومذهبه من المذاهب الباطنية في الوقت الحاضر. ليش انخدع به الناس؟ لأن قام يتكلم بشكل جميل، أنت اقرأ القرآن لسانك يصير صحيح، بلاغتك وأدبك ونحوك وصرفك. الإمام علي سيد البلاغة وسيد الفصاحة. حينما سئل خطيب الأمويين، في كل قوم عندهم أخطب الخطباء، في اليونانيين فلان يضرب به المثل أنه هذا خطيب اليونانيين، فلان خطيب الأمويين، فلان خطيب العباسيين. سئل عن بلاغته، من أين تعلمت؟ قال حفظت 50 خطبة من خطب الأصلع. ما يريد يقول الإمام علي، من خطب الأصلع حفظت 50 خطبة فصارت عندي هالبلاغة وهذه الفصاحة. ندعو الأفراد إلى أن يدرسوا عليا بجميع أبعاده وفيما يرتبط بكل القضايا. هذه ملاحظة، لكن الملاحظة الأهم أن علم الإمام علي من علم النبي، وحينما نتحدث عن ذلك فلنا في كلام الإمام أكبر دليل من أين تعلم الإمام علي البلاغة والفصاحة والبيان. هل درس عند أحد غير النبي؟ بالطبع. كل صفة من صفات الإمام علي، كل موهبة من مواهب الإمام علي تدل على أنه مرتبط بعالم الغيب، وهذا ما نؤمن به. وإلا قل لي، يدرس 5 سنوات في المدرسة الابتدائية، يدرس 6 سنوات مدرسة ابتدائية، 6 سنوات ثانوية، وبعدين 4 سنوات في الجامعة. جملة جميلة ما يقدر يسوي بالأدب، يعني تخصصه في الأدب، مخلص له في حدود 16 سنة من الدراسة. هذا العدد الهائل بمئات الألوف من الذين درسوا البلاغة ودرسوا الأدب لم ينتجوا نصف خطبة مثل خطب الإمام علي، وعلي لم يدرس عند أحد. من أين جاء بهذه البلاغة والفصاحة؟ غير المحتوى
وغير الحقائق اللي يتحدث عنها الإمام علي. شنو كما نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقرأ عند أحد، لم يقرأ كتابا ولم يدرس عند أحد من أين جاء بهذا القرآن، ونستدل بذلك على أنه مرتبط بعالم الغيب. كذلك نقول عن الإمام علي سلام الله عليه، مرتبط بعالم الغيب لأنه ما تعلم من أحد وتعلم منه غيره. قصة معروفة في معركة صفين، أحدهم ترك معسكر الإمام وانضم إلى معسكر معاوية، كانت المجابهة قريبة، فالرجل معاوية شافه قال من أين أتيت، من وين جاء؟ قال من عند أعيا الناس، يعني أعجز الناس في البيان وأبخل الناس وأجبر الناس. قال من عند من؟ قال من عند علي. معاوية كان يبحث عن المتزلفين، لكن مو بحال حقارة. علي أعيا الناس، علي أبخل الناس، وعلي أجبن الناس. معاوية قال ويلك، كيف تقول إنه من أعيا الناس، وهل تعلمت قريش البلاغة إلا من علي، وما جرت المواسي على رأس أحد من الفصحاء كما جرت على رأس علي. ماكو واحد فصيح مثل علي وتقول أعيا الناس، وكيف تقول أنه من أبخل الناس، ولو كان عند علي بيت من تبر وبيت من تبن لأنفق تبره قبل تبنه، ذهب ماله ينفقه قبل التبن ماله، وكيف تقول إنه من أجبن الناس، وما صارع علي أحدا إلا وصرعه، وما قاتل علي أحدا إلا وقتله. أخرج، تفضل روح، ماكو عندك مكان عندي. إذا عن علي الشكل يحكي، معاوية كان ذكي، لكن الذكاء شيء والحكمة شيء ثاني. معاوية ذكي، يدري هذا اللي جاي يريد يبيع علي ابن أبي طالب بلقمة طعام، معاوية بشنو راح يبيعه؟ ببولة يبيعه، مو بلقمة. قال أطلع، وين يروح؟ صحراء في منطقة الرقة، وين يروح؟ فرجع إلى الإمام علي، شاف الإمام علي جاء، قال من أين أتي؟ قال لا تلمني يا أمير المؤمنين، بعت آخرتي ولم أربح دنياي، ذهبت إلى معاوية فقلت له ما قلت وطردني وقال ما قال. فضحك الإمام علي، قال أدخل فيما دخل فيه الناس، تفضل تأكل وتشرب، تفضل أكل وشرب. أريد أقول حينما يقول شخص كمعاوية إنه ما تعلمت قريش الفصاحة إلا من علي، الفضل ما شاهدت به الأعداء، أو حينما جاءوا إلى معاوية في مسألة الحقائق والمحتوى، قتلوا محمد بن أبي بكر وأحرقوا جثته الكريمة في جلد حمار، وقتلوا أيضا مالك الأشتر، شيء اللي كان عندهم جابوا، يعني عهد الإمام إلى مالك الأشتر، عهد الإمام إلى محمد بن أبي بكر، وين ودوا؟ جابوا إلى معاوية. معاوية في قضية مالك الأشتر عنده كلام، في قضية محمد بن أبي بكر ما ورد شيء يوم اللي حصل عليه. فعرض عهد الإمام إلى مالك الأشتر على من حوله من الملأ، قال ما الذي نفعل به؟ أحدهم قال احرقه، الثاني قال مزقه، الثالث قال شيء من هذا القبيل، قال لا، هذا أنا أحتفظ به. وعلى فكرة عهد الإمام إلى مالك الأشتر وصلنا عن طريق معاوية، قال احتفظ به، ما جاء في هذا الكلام علم إدارة الدولة، طبعا إضافة خباثته وشيطنته، لكن إدارة الدولة كيف تريد أن تدير دولة؟ هذا المحتوى الذي يعترف به هذا الرجل. طبعا فيما يرتبط بالإمام علي والحديث عنه، نطلب التكرار في الاستماع إلى علي مرة واحدة. شوفوا في أمور ترتبط بالأخبار، أنت الخبر مرتين ما تسمع ومرتين ما تقرأ، جريدة يوم أمس لا يقرأها أحد اليوم،
جريدة اليوم لا يقرأها أحد غدا، لأن الخبر مرة واحدة تسمعه وخلاص، صاير حريق في فلان مكان، إذا واحد ثاني راد يتكلم تقول سامعي. لكن الخبر شيء، والحقيقة شيء ثاني، والنصيحة شيء ثالث. يعني إذا ذهبت إلى طبيب، هذا الطبيب نصحك بنصائح، من جملة قال لك إنك قد أصبت بالبرد وعندك أنفلونزا، مستبرد، مي بارد لتشرب، شيء في فلفل لتأكله، بهارات لا تقرب إلها، مثلا مجموعة نصائح، ولم تعمل بنصائحه وذهبت إليه في الأسبوع القادم فكرر عليك ما قال، ما الذي تقول له؟ تقول هذا الكلام يا دكتور كررت علينا، هاي مو أول مرة قلت. يقول نعم قلت بس أنت ما عملت، لذلك أكرر عليك. النصائح من هذا النوع لا يكفي أن تأخذ علما بالنصيحة، إنما لابد أن يكرر عليك حتى يصبح جزءا من دمك، ما تقدر تخالفه، تمشي عليه بشكل صحيح. هسه في الحوزات العلمية يتكلمون على الملكة، أنا ما أعتقد في شيء اسمه ملكة بحيث أنه يمنعك عن ارتكاب المعصية أو أن ارتكاب الخطأ، ما في شيء من هذا القبيل. في كل لحظة أنت في حالة اختيار بين الصح والخطأ، بين الصالح والفاسد، بين الخير والشر، بين الحق والباطل إلى نهاية حياتك. حتى بالنسبة للأنبياء والرسل فإن الله يسددهم، لكن هم بإرادتهم لا يعصون الله، مو أنه خارج عن إرادته. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي. توفيق إضافي من الله عز وجل بالنسبة إلى النبي وبالنسبة إلى خلفاء النبي وأوصياء النبي صلوات الله عليهم أجمعين، توفيق خاص أنهم بالنتيجة ولا مرة يخطئون. لكن حينما يعرف أحد شيئا ويؤمن به، مو مجرد عند علم، تمشي في الطريق وهنالك حفرة وأنت واثق لو وضعت رجلك في الحفرة لسقطت في البئر ومت، حتما ما تخلي رجلك في هذه الحفرة. حتى في قضية النبي يوسف سلام الله عليه، أنه حينما رأى من المعصية عرضت عليه زليخة، قالت هيت لك ما قبل، ليش؟ العلم هو الذي منعه، مثل أي إنسان يعرف أنه في كاميرات تسجل عليه وفي مبلغ من المال على الأرض، وإذا أخذ هذا المبلغ سوف يعتقل فورا ويحاسب عليه ويودع في السجن، ما يسوي، لأن يعني عنده علم، عنده علم بنتيجة هذا العمل. كثير من الأمور أنتم لا تعملونها، سيجي فد واحد يشكك في عصمة الإمام أو في عصمة النبي، أقول أنت في بعض الأمور عندك عصمة. شون عندي عصمة؟ أقول إذا شفت فرد طفل يتيم بالطريق ده يمشي ما عنده شغل وياك وما عندك شغل وياك تقتله؟ قال لا ما قتله. قلت ليش ما تقتله؟ قال ليش أقتله؟ قلت ليش تقتله؟ لا بس يعجبك أنه تقتله. قال يعني شنو أقتله؟ قلت لا أحسن، في أمور كثيرة لا نعملها ولا نفكر فيها. هل أحد منكم فكر في يوم من الأيام يقتل طفل يتيم بريء بالشارع؟ ما فكر فيه ولا يفكر فيه، بمقدار ما عنده علم. هذا العلم ضيف عليه بمقدار ما يريد الله لأنبيائه ولأوصيائهم، فحينئذ لا يرتكبون المعاصي لولا أن رأى برهان ربه. وبرهان ربه كما في روايات أهل البيت علمه سلام الله على يوسف، ولذلك صار يوسف أيها الصديق. الإمام علي معصوم من الخطأ، لا نشك في ذلك، بدليل أن الإمام علي بعد أن قتل في محراب العبادة حكمت حكومات معادية له، هل وجدوا له معصية؟ هل اكتشفوا عنده خطأ؟ هل شافوا عنده شر من الشرور؟ لو كان لبينوه. طبعا اتهموا ببعض الأمور، لكن حتى هذه التهمة ما التصقت بالإمام علي حينما قالوا أنه لا يصلي فقتل في المحراب فانكشفت كذبتهم. وهل كان علي يصلي؟ عجيب، في المحراب قتلوا،
نعم شهيد المحراب، شهيد الصلاة، مات كما يقول جورج جرداق المسيحي، يقول مات علي والصلاة بين شفتيه. من مثل علي في صلاته، في عبادته، في أمره؟ إذن كلام الإمام سلام الله عليه كلام معصوم، بمعنى أنه يتحدث عن علم الله، يتحدث عن سنن الله، يتحدث عن الحقيقة، وما يقوله يحدث، ما يقوله يحدث. يعني إذا قال لو أن قوما لم يدافعوا عن حقهم فإن باطل قوم آخر منافسين لهم سينتصر عليهم، ألا وإن هؤلاء سيدالون عليكم. ليش؟ لتمسكهم بباطلهم وتفرغكم عن حقكم. هذه معادلة في هذا الكون، كما نتحدث عن معادلات في عالم الزراعة، معادلات في عالم الطب، معادلات في علم طبقات الأرض. هاي المعادلات اللي يدرسها البشر وبناء على معرفتها يتقدمون في هذه الحياة. الأنبياء والأوصياء يتحدثون عن معادلات الحياة. تريد السعادة في الدنيا؟ فهذا هو الطريق، والضلال هذا هو الطريق. الإمام علي كان من أسعد الناس، يتحدث كثيرا عن ظلامة علي، وهو صحيح ظلموا الإمام علي، لكن الإمام علي كان سعيدا في حياته مع كل ما تحمل، بس كان يشعر بالسعادة. ممكن فد واحد يكون هم مظلوم هم سعيد؟ نعم نعم، أولياء الله دائما هكذا في نفس الوقت سعداء. ومن هنا يحمدون الله على المكاره، ومن هنا حينما يسقط من على الفرس وقد تحمل من الجراحات ما تحمل يقول الحمد لله الحمد لله. أو أن زينب تحملت ما تحملت ثم تقول ما رأيت إلا جميلة. فاطمة الصغرى الحمد لله، زنت العرش إلى الثرى عدد الرمل والحصى. ومثاله ولا مناقشة في الأمثال، فقط لتقريب المعنى. الأم التي هي في حالة الولادة تتألم لكنها سعيدة، متألمة تشعر بالألم، لأن الإنسان يولد بالدمع والدم والألم، لكنها تشعر بالسعادة. لذلك قبل الولادة بلحظات تبكي، لكن بمجرد أن يضع الطفل في حضنها تحول البكاء إلى تبسم أو ضحك أو ما شابه ذلك. ليش؟ لأن هي كانت سعيدة، الآن عبرت عن سعادتها، لأنها كانت تتألم كانت تبكي لكن كانت سعيدة. حقيقة الإمام علي لو أن أحدا يكتب كتابا عن السعادة في الإمام علي وليس عند الإمام علي، أنا أعتبر من أسعد الناس، كما أنه كما ذكرنا في الليلة الماضية من أنجح الناس. ولذلك حينما ضربه ابن ملجم قال فزت ورب الكعبة، ما قال قال فزت نجحت، كان سعيد وهو يتلقى ضربة ابن ملجم. ملاحظة أخرى فيما يرتبط بكلام الإمام علي، كل كلمات الإمام علي في مستوى واحد، وهذا غريب حقيقة لا نجده إلا في القرآن الكريم. كل ما قاله الإمام علي سلام الله عليه، صلى على محمد، كلما قاله الإمام علي سلام الله عليه في مستوى واحد من حيث المحتوى ومن حيث الأسلوب كما القرآن الكريم، وكلما قاله الإمام علي سلام الله عليه أيضا لا تناقض فيه كما لا تناقض في القرآن. أي إنسان يكتب له مجموعة من الكتب في فترة من الزمن، فترة طويلة، تشوف آرائه فيما بعد تختلف عن آرائه فيما قبل، تشوف أكو تناقضات. ماكو أحد من البشر عند مجموعة من الكتب في فترات مختلفة هذه الكتب كاتبها إلا وتشوف تناقضات فيها، ما في شك. لكن القرآن ما في تناقض،
ولو كان من غير من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا. القرآن من عند الغيب، كلام النبي من الغيب، كلام الإمام علي من الغيب، ما في تناقضات لا في القرآن ولا في كلام النبي ولا عند أمير المؤمنين ولا من حيث مستوى الأسلوب. حقيقة كل كلماته جميلة، كل كلماته رائعة، كل كلماته بليغة، ما في كلمة بليغة وكلمة غير بليغة أبدا. يعني حينما نتحدث عن الإمام علي وكلماته نتحدث عن 40 كتاب، يعني مو نتكلم عن كتاب واحد. نحن سنشرح بعض كلمات الإمام علي، صحيح نشرحها من نهج البلاغة لكن باعتبارها كلام الإمام علي، ولكن نهج البلاغة في مستدركات إلى كثيرة، مو كل كلمات الإمام علي موجودة في نهج البلاغة، بالعكس بعضها، ومنها حتى الشريف الرضي يذكر خطبة يقول ومنها، وهنالك كتاب اسمه تمام نهج البلاغة. يعني نهج البلاغة هذا مجلد واحد، هذا 5 مجلدات فقط، الخطب التي جاء بها الإمام علي أو جاءت في كتاب نهج البلاغة هذه الخطبة مكملها. يعني مثلا أخذ بيدي علي بن أبي طالب وأخرجني إلى الجبان وقال يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، يا كميل هلك خزان الأموال وهم أحياء، إلى آخره. هذا في نهج البلاغة 2.5 أو 3 صفحات، الآن ما أتذكر. بس ما ذكره الإمام علي في تلك الليلة من الليل إلى قريب الصباح تحدث مع كميل بن زياد 10 صفحات في تمام نهج البلاغة. يعني حتى نهج البلاغة مو كل كلام الإمام في كل خطبة من هذه الخطب ولا كل حكمة من هذه الحكم، إنما انتقى الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه بعض كلام الإمام ووضعه، لكن بقية الكلمات أيضا في مستوى واحد، بقية الخطب في مستوى واحد. أنتم تقرؤون دعاء كميل، ما أروعه من حيث الأسلوب ومن حيث البلاغة والفصاحة، وما أجمله من حيث المحتوى، وما أرفع ما فيها من المعارف. لكن تدري الإمام علي على الأقل عنده 30 دعاء مثل دعاء كميل، على الأقل 30 دعاء من أدعيات الإمام علي، نفس المستوى، نفس الروعة، نفس الحقائق، نفس المعارف. وهذه أيضا دليل، هذه من أدلة أن الإمام علي كان مرتبطا بالغيب. نحن لا نتحدث عن الإمام علي كحكيم من الحكماء كان يجلس في غرفة ويؤلف، ولا أديب من الأدباء كان يؤلف الكلمات بشكل جميل، ولا شاعر من الشعراء. نتكلم عن إمام الحقيقة وإمام البلاغة. يعني بعض الناس أو بعض حتى الحكماء البشريين، هؤلاء عنده فد معنى حلو بس جمال الأسلوب ما عنده، أو عنده جمال في الأسلوب لكن هذا شعر. تدرون ليش القرآن ينفي الشعر عن النبي؟ ينفي الشعر عن النبي لأن الشعر يعتمد على أمرين، على الوصف وعلى الخيال مو على الحقيقة. شايف الشعراء يطوك، معروف هذا الكلام، يطوك الشمس في إيد والقمر في إيد، جميل ده يتكلم مبالغات بلا حساب مو حقائق، بس أسلوبه جميل، أسلوبه حلو، فقط أسلوبه جميل وحلو، حقيقة ما كفر. النبي لم يكن شاعرا، يعني كلامه مو خيال، يعني حينما يتحدث النبي والقرآن الكريم عن الجنة فالجنة حقيقة والناس فيها منعمون، والنار حقيقة والناس فيها معذبون. حينما يتحدث القرآن عن العواقب، عواقب الأفراد، عواقب الشعوب، فده يتكلم عن حقيقة، يعني هاي العاقبة حقيقية، هاي الوسيلة تؤدي إلى هذه النتيجة، هذه الخطوة تؤدي إلى هذا المكان، تؤدي إلى هذا المكان، هذه مجموعة من الحقائق. نعم جاءها بأسلوب جميل، لكن جمال الأسلوب يجب أن لا يغطي على حقيقة المحتوى وحقيقة المعنى. أن لا نأخذ كلام الإمام لكي نتعلم منه البلاغة والخطابة، نفعل ذلك ولكن ليس فقط،
ليس لكي نتعلم الخطابة والبلاغة، هذا جزء من عنده. الجزء الأساسي أن ننظر إلى كلامه وهو حقائق، وليس كلامه من خيال إنسان، ولا هو تصفيف الكلمات للجمال، إنما مجموعة من الحقائق جاء بها الإمام علي. يقول ربنا عز وجل: أفمن كان على بينة من ربه، حديث عن النبي، على بينة من ربه وإني واثق من دليلي بدلالته. الغربيون حينما يتحدثون عن النبي يقولون على الأقل كان النبي مؤمنا بما يقول، ما كان كذب. ماكو واحد يقدر يقول النبي كان يكذب على نفسه، أبدا، كان صادقا فيما يقول، بدليل أنه قدم من أعز أصحابه شهداء قبل وفاته وبعد وفاته. أهل البيت كلهم من الذين تحملوا ما تحملوا في سبيل هذه الرسالة. أصحاب قتلوا في حياته وتعرض للموت عدة مرات، كان صادقا فيما يقول. نعطيك رئاسة الدولة، نعطيك أموال، نزوجك أجمل إنسان. إنسان شيري في الدنيا، شيري يريد الزعامة، يريد المال، يريد المرأة. ميمات الثلاث: ميم الملك، ميم المال، ميم المرأة. هذا اللي يبحثون عنه، جايين يقولون وهو غريب وفي مكة المكرمة وضعيف من حيث قوة الرجال وقوة السلاح. يوم اللي أجى أبو طالب وقال إن القوم يقولون إن ابن أخي قد سفى آلهتنا، أفسد شباننا، سب آلهتنا، إن كان يريد مالا أعطينا حلي الكعبة، كل هذا الذهب اللي مجمع نعطيه، كان يريد مرة نتزوجه. قال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أموت دونه. أموت دونه ما فيش. زين، كان يؤمن بما يقول، ولأنه كان يؤمن بما يقول فالقرآن يقول: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. في قضية تبليغ سورة البراءة حينما أعطى، وهذا حديث طبعا متفقا عليه عند المسلمين، أعطى النبي سورة البراءة للخليفة الأول حتى يبلغ، نزل عليه جبرائيل إنه لا يبلغه إلا أنت أو أحد من أهلك منك. ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. إما أن تعمل بما قال علي وإما النار، ما في خيار ثالث. إما أن تقبل بالقرآن وإما النار، إما أن تقبل بما قاله النبي وإما النار. أولئك يؤمنون به، جعلنا الله من المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأوصياء النبي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.